حياكم الله مجددا في أهلا. ماذا يقول واقع المنصات العقارية، مستقبلها، مساهمتها في التطور العقاري الذي نشهده اليوم في المملكة العربية السعودية؟ تفاصيل موسعة حول هذا الأمر مع ضيف الكريم المهندس أحمد الفقيه المستشار العقاري اللي ينضم إلي عبر الهاتف الآن. مهندس مساء الخير، شكرا لقبولك الدعوة. يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير انت وجميع مشاهدي وبرنامج يا هلا العزيزين. اهلا وسهلا. في تصريح لك لصحيفه الاقتصاديه كنت تتحدث على فكره المنصات العقاريه وما تجنيه من ارباح اليوم وتساهم في تطوير العقار، حدثنا عن هذه الفكره اولا وبعدين بنرجع لبعض التفاصيل الخاصه فيها. طيب، طبعا فكره المنصات العقاريه او البلاتفورم بطريقتها الناضجة الموجودة مثلا في السوق الأمريكي على سبيل المثال غير موجودة فعليا عندنا. للتو بدأنا، يمكن المنصات المرخصة في السعودية لم تتم إلا سنتها الأولى، لذلك هي في بدايات البدايات. ولكن هذا النوع من الاستثمار التقني له أرباح كبيرة جدا تصل إلى المليارات. يعني يكفي أن أقول لك أحد أكبر المنصات الأمريكية زيلو، وهي منصة شهيرة جدا لمن يريد أن يبحث، يعني يكفي أن أقول لك أنه هذه المنصة تجني تقريبا تحدث عن حوالي الملياري دولار. هذا أرباح المنصة. طبعا المنصات هناك نتكلم عن سنويا، صح يا مهندس؟ سنويا، يس بعير، نعم سنويا. المنصة تختلف جذريا عن المنصات الموجودة السعودية. كيف تختلف جذريا؟ هي إيراداتها تقوم من الخدمات، بمعنى أنها منصة شاملة تقدم للزائر، تقدم لعارض العقار، تقدم للمستثمر عدة خدمات. فهي تقدم خدمات التقييم من خلالها كوسيط، تقدم خدمات التأجير أيضا، تقدم خدمات إدارة الأملاك، تقدم خدمات التمويل، الاستشارات، المعلومات أيضا، مصادر المعلومات، بمعنى أنه اليوم أنا كمتصفح فقط لهذه المنصات أستطيع ببساطة شديدة أن أكون فكرة كاملة من خلال قاعدة البيانات الموجودة في المنصة عن الحي هذا، كم يحوي مدارس، بعد هذه المدارس عني، حركة المرور، عدد السكان في الحي، أعمارهم وقس على ذلك. طبعا هذه المعلومات، هذه خلينا نقول الخدمات لم تصلنا بعد، ولكنها تباعا ستصل. لذلك احنا امام طفره كبيره وتغير جذري في سلوك المستهلك السعودي، يعني انصهارا الى ان يكون مستهلك مثل المستهلكين الدوليين في الدول المتقدمه. والسوق العقاري السعودي كما راينا مؤخرا ارتقى مكانا رائعا، اصبح احد افضل 40 سوق، قائمة أفضل 40 سوق ضمنها أقصد، وقفز 12 مرتبة في مؤشر الشفافية الدولية. لذلك هذا السوق موعود تماما وذو ربحية عالية بالمناسبة، لأن المستهلك هو محلي ومستهلك حقيقي أيضا وليس مستهلك. نعم، حينما تقول هذا السوق موعود، يعني إحنا نتكلم على فترة كم يعني سنشهد فيها مثل هذه الأرباح للمنصات العقارية متوقع، يعني بحكم خبرتك؟ المنصات تحتاج فترة لا تقل عن من 3 إلى 5 سنوات، أنا أسميها مرحلة التأسيس، مرحلة الصرف وعملية خلينا نقول التموقع داخل السوق، لأنه كل من يقدم خدمات تقنية عالية سيكون له الحصة الأكبر من السوق. السوق المحلي، نعم. السوق السعودي عشان بس تعرف حجم الأرباح في السوق المحلي، فقط حجم الوساطة فيه تصل إلى 13 مليار ريال. هذه التقديرات الأولية اللي تقولها بعض الشركات الأجنبية. تقديراتي أنا الشخصية، وكنت أول من تحدث عن ذلك في السوق السعودي، تقديراتي الأولية تقول أن حجم المبالغ التي يحصل عليها الوسطاء في السوق السعودي لا تقل بتاتا عن 3 مليار ريال سنويا. لذلك لحظة، هذا الآن؟ الآن نعم، يعني احنا نتفوق بناء على كلامك، احنا نتفوق على المنصات العقارية الأمريكية. لا، انا اتكلم عن سوق الوساطة بشكل عام، ولا اتحدث
عن المنصات، المنصات هي جزء من هذا السوق. طيب. يعني مثلا عندك لانه انت في تصريحك قايل انه في امريكا 2 مليار دولار سنويا، هذا لمنصه واحده اللي هي زلو، بس لما نروح لمنصه اقل منها تعتبر نصفها اللي هي منصه ريدفن، حنجد انه مثلا هذه المنصه بدات من عام تقريبا واحد، بدات في 2014 كانت ايراداتها الصافيه 131 مليون، ارتقت بعد 10 سنوات الى 977 مليون مقارنه بمليارين مليون دولار لمنصه زيلو اللي هي الاكبر والاضخم. لذلك تختلف هي حسب الشركه وحسب لذلك لو ركزت في كلامي قبل شوي كنت اقول اليوم المنصات الخمسين الموجوده في السعوديه بعضها سيخرج، بعضها سياخذ حصه كبيره من السوق وسيرسخ نفسه، المستهلك السعودي تدريجيا سيبدا سيتحول الى مستهلك تقني، بمعنى انه يتعامل بالتقنيه بشكل كبير جدا في السوق العقاري، انا اتكلم ليس بشكل عام، الشعب السعودي بالتاكيد التقنيه بدا فيها وواصل نسبه انتشار الى 92%. انا لا اتحدث عن التقنيه بمفهومها العام، انا اتحدث عن التقنيه بمفهومها العقاري. نعم. طيب كيف انه الناس تتعامل بذلك؟ طيب بناء على هذا الحديث والتوقعات المستقبليه للمنصات العقاريه، هل نتوقع ان تلغي المنصات العقاريه دور مكاتب العقار؟ نعم او لا؟ لا، سيكون مكملا لذلك. الوسيط العقاري سيتحول سوق الوساطه الى نوعين، سوق الي وسوق بشري. السوق الالي بمعنى انك انت تستطيع بشكل كامل ان تتم عمليه الترانزاكشن او عمليه الانتقال الملكيه العقاريه من خلال منصه الكترونيه، واليوم احنا نجد هذا الشيء من خلال منصه التسجيل العيني ومن خلال البورصه العقاريه، ولكن بشكلها الاولي تماما. ما اتحدث عنه هو صوره متقدمه جدا، يعني تخيل لك ان تتخيل انه مثلا بعض مخططات التنميه المضاربيه في مدن رئيسيه مثل الرياض جده سيستطيع ببساطه شديده المستهلك او المشتري من خلال هذه المنصات ان يتعرف على المشاريع الحكوميه المستقبليه لهذه المخططات، سيتعرف عن طبيعه الارض مثلا وجودتها من خلال ايضا تقارير مربوطة بجوجل إيرت وبجوجل مات، سيتعرف على حجم السكان الموجودين أقصد عددهم الموجودين، وأيضا هناك أحد المنصات السعودية اليوم تقدم هذه الخدمة ولكن بشكل لا زال أولي. لذلك نحن أمام سوق جديد تماما ولكنه بالمليارات، أي أنه سوق مربح جدا، من يأتي أولا ويعمل بشكل ممتاز سيحصل على الحصة الأكبر من هذه المليارات. من يأتي أولا أنت تتحدث عن المستثمرين؟ أنا أتكلم عن المستثمرين في المنصات العقارية. نعم. طيب أولا هذه متى تأتي؟ بدأت ولا لسه راح تجي؟ نعم أخي كريم، بدأت. احنا نتكلم عن 50 منصة مرخصة من الهيئة العامة للعقار، أنا مربوطة بالكريم على الهيئة العامة للعقار. نعم. أنا أعرف مهندس. أنا أقصد إنه 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 بدأت في موضوع الأرباح الطائلة أو الهائلة اللي أنت تقولها ولا لسه؟ لا، يمكن منصة أو منصتين للتو بدأت في صفقات بسيطة وخجولة. اليوم أكرر، من لديه الإدارة الرائعة، خلينا نقول المحترفة، التي تدرك أن المشروع التقني يحتاج فترة من 3 إلى 5 سنوات ليبدأ الربحية، ولديه شركاء مولين حتى يمول هذه المنصات، أنا أعتقد أنه سيجني ربحا كبيرا في بعد 3 إلى 5 سنوات القادمة. جميل جدا. طيب اليوم أستاذ أحمد، قبل ما أختم معك، إذا كان أحد يسمعنا وينوي الاستثمار في هذا المجال وفي مجال المنصات، إيش أهم 3 إلى 5 نقاط ترشد إليها وتدل عليها وتقول أنها هي اللي راح تفرق في نجاحك من عدمه؟ أي منصة تقدم خدمة ملحة للمواطن للمستهلك اللي بيجيها، تقدم حلول، تقدم ابتكارات، هذه المنصة ستكون ناجحة بالتأكيد وسيكون لها استدامة وسيكون لها ربحية. فهذه 3 أشياء إذا توافرت، وفهم سلوك المستهلك السعودي اللي يختلف له خصوصية مختلفة عن المستهلك الدولي بالتأكيد، هذه العوامل إذا وضعت مصر أعين المستثمر أو صاحب المنصة أو صاحب الفكرة، أعتقد أنه سيكون مصير النجاح بحول الله بإذن الله تعالى. مهندس أحمد، وسنشهد منصات دولية أيضا، سنشهد منصات سعودية دولية بحول الله وقوة في السعودية
نعم يعني منصة سعودية، لك أن تتخيل منصة سعودية ونحن اليوم نتحدث في السعودية العظمى وفي اليوم الوطني بإذن الله، وقريبا يمكن بعد 5 سنوات الآن سنرى منصة سعودية مهيمنة على العالم العربي عقاريا بهوية سعودية. هذا اللي أتوقع والله أعلم. مهندس شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا، شكرا للمهندس أحمد الفقيه. بنروح إلى فاصل وبعده ألقاكم في ثاني موضوعاتنا الحوارية، خلوكم قريب.